السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ان شاء الله. غادي نشارك معكم هاد الجهه اللي جات في النواحي ديال بركان من جهه احفير. شوفوا سبحان الله، يلاه 3 جوغ ديال الشتاء عطى ربي رزقه. شوفوا شحال ديال الماء تبارك الله. انتما كتشوفوا البنات هاد الماء تبارك الله، غير 3 ايام ديال الشتاء، هذا راه كان ناشف، ما كانش فيه نقطه ديال الماء. شوفوا الخير تبارك الله. المهم غادي نخليكم تتبعوا هذا الفيديو، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بالدعم ديالكم، لي لايك ولي كومونتير، وشكرا لكم. خرجوا ممتعه. هاي Thank you.
لكن ما بانيش هذاك شنو بعدي دار شربتي؟